اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ومشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده من برنامجكم لمسه ولعبه. اعزائي المشاهدين، كنا وجهنا رساله واستغاثه في الحلقه السابقه للسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وللجنه الثلاثيه المكلفه باداره الاتحاد المصري لكره القدم، والرساله والاستغاثه كانت عن مسابقات الناشئين. علشان كده قررنا ببرنامج لمسه ولعبه عمل حمله مكبره وتجميع توقعات من الانديه على عدم الموافقه على الغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم، وخصوصا في ظل تحسن الحالة الصحية، ورأينا جميعا الانخفاض الملحوظ في قلة الإصابات بكورونا ونجاح الدولة في إقامة كأس العالم لكرة اليد والنجاح الباهر الذي أذهل العالم في التنظيم. لذلك سنبدأ من الآن تفعيل مبادرة وحملة لا لإلغاء مسابقات الناشئين في مصر، ونطالب كل الأندية بالانضمام إلى هذه الحملة. أعزائي المشاهدين، يسعدني ويشرفني طبعا يكون ضيفي في هذه الحلقة هو لاعب في النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر والمدرب العام السابق لنادي الجونة، وهو الكابتن عماد عبدين. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن عماد. أهلا وصبيك أستاذ عبد الرحيم، وسعيد أن أنا موجود معاك النهاردة. والله حبيبي يا كابتن عماد، ورب تكون حلقة موفقة وممتعة لنا وكون مفيدة للجمهور إن شاء الله بإذن الله. يا رب إن شاء الله حبيبي. في البداية كده يا كابتن عماد، كنت عايز أتكلم معاك عن في ظل الانخفاض الشديد لعدد الإصابات بكورونا، وشفنا كلنا ازاي الحاله اتغيرت بعد ما كنا بنوصل ل 1500 و1300، العدد قلت جدا وصلت 300 و400. هل الافضل ان يتم ايقاف النشاط الرياضي ولا يتم الاستمرار في النشاط؟ هو اسمح لي في البدايه، هو السؤال ممكن نقوله بشكل ثاني؟ اسمح لي. طبعا هو يا جماعه لما كانت الاصابات 1500 ووصلت ل 1800 و2000 كان النشاط شغال. مظبوط. ولما تصبح الاصابات ب 300 و400 نلغي؟ طب احنا بنفكر ازاي؟ هو التخطيط ايه؟ هو احنا اتعودنا ان اللي يبقى شغال وبيخطط اي حد يجي بعديه لازم يهدم؟ ليه لازم نبدا من الصفر؟ في الموسم اللي فات كانت الدوله كلها بتقول لازم عوده الرياضه، وكانت الناس كلها بتقول لا ما ترجعش الرياضه دلوقتي ولازم الغاء الموسم وايقاف النشاط. فوجئنا السنه دي هل يتم العكس؟ يبقى الناس بتطالب. ده اللي انا بساله بقى مع حضرتك. في سؤال فعلا مهم كده لازم اللجنه الثلاثيه بجد يعني تحطه في عين الاعتبار. النهارده الدوله لما كان هدفها رجوع النشاط عاد على الدوله بايه؟ فرقتين من عندك وصلوا نهائي افريقيا. مظبوط. فرقه من عندك وصلوا كاس عالم للانديه. مظبوط. طيب يا جماعه يعني نتكاتف مع الدوله ولا نمشي العكس؟ ليه اللجنه الثلاثيه جايه عايزه تعمل حاجه، عايزين يبقوا مميزين فبيمشوا عكس التيار؟ عشان ابقى فاهم يعني يا جماعه، التميز مش انك تعمل حاجه تبقى عكس الدنيا كلها ماشيه، او المنطق. المنطق بيقول ان انت بدات النشاط واتكلمت هنعمل كوره في مصر وهنكمل كوره في مصر، والناس كلها تكاتفت على ده، اولياء امور ولعيبه ومدربين. طب ما تخلينا نتكلم بصراحه شويه يا كابتن، انتوا كده بتخلونا نسرح بفكرنا لحاجه مش كويسه. بعض المدربين والله يعني اتنين لسه النهارده مكلميني وقايلين لي بجد، اقول لحضرتك ده على الهوا يعني. هو يا جماعه انتوا بتهربوا من مرتبات المدربين الغلابه اللي هم على فكره كذا مدرب وكذا رئيس قطاع اتكلم في النقطه دي، المدربين الكره هيلاقوا مرتب منين يا جماعه؟ الناس في ناس شغاله ب 1000 جنيه وب 800 جنيه وب 1000 ونص، والناس دي راضيه على فكره. الناس دي راضيه جدا، بس لازم تتحط في عين الاعتبار. اللجنه الثلاثيه انا مش ضد اي قرار تاخده، اللي انتم شايفينه صح يا جماعه اعملوه، بس لازم تبقى في حلول بديله للناس دي. الناس الغلابه دي اللي في الكوره هتاكل منين؟ انت النهارده درست فكره الغاء الهبوط او سوري الغاء الدوري بالنسبه للبراعم. طيب درست في فكره الناس دي هتوفر لها تاني مرتبات ازاي؟ هو اسف حته ثانيه. اسف تاجيل، قال لك تاجيل. لا هو التاجيل ده بالونه بس، هو بالونه اختبار التاجيل دي. لو الناس سكتت لا يا جماعه معلش، اصل احنا هتلغي لغايه امتى؟ او هتاجل لغايه امتى؟ انت داخل عليك شهر رمضان ان شاء الله. هل من المعقول طفل بيلعب براعم يلعب وهو صايم؟ عايز تقنعني ان انديه مصر كلها عندها الامكانيات اللي تخليك تلعب بعد الفطار وفي تحت الاضواء الكاشفه؟ لا طبعا. وحتى لو عنده يعني حتى لو عندنا، هو ده هيتوفر للفريق الاول ولا الفرق اللي تلعب جمهوريه ولا العين اللي بيلعب مناطق ولا البراعم الاولاد الصغيره؟ انت مش هيبقى يعني كلام مش منطقي بصراحه. طب هل في الحلول البديله واصرت اللجنه الثلاثيه على الغاء مسابقات الناشئين، هل يتم الاستمرار في مسابقات الدرجه الاولى والثانيه والثالثه للفريق الاول والغاء مسابقات الناشئين؟ ما احنا قلنا، انا قلت في بدايه كلامي انا بصراحه شايف الكلام مش منطقي من الاساس. لا هو في حلول بديله طرحت بصراحه، ويمكن انا متابع معظم رؤساء قطاعات الناشئين في الانديه الكبيره تحديدا اهلي زمالك انبي زد دلوقتي داخل معاهم برضو في الكلام ده، ان هم بيفكروا يعملوا دورات يبقى زي نظام المهرجان بالظبط اللي بينظمه الاتحاد، هينظمه نادي من الانديه. طب في انديه مش هتقدر تشترك في مهرجانات نادي زد مثلا، واشتركت في اتحاد الكوره
ومعايا فرقه واثنين وثلاثه مشتركه في اتحاد الكوره. لا ما هم بصوا بمبدا إيه؟ بصوا بمبدا اللي معاه نادي زد هيشترك مع مين؟ اهلي زمالك اهلي إمبي. زمالك امبي مولين درجه الاولى. طب انا دوري مثلا كنادي درجه رابعه النادي زد مش هيستقبلني اساسا عنده في البطوله الموجوده عنده دي حقيقة. طب انا الولاد عندي يعملوا ايه؟ الكتير من الحلول موجوده كابتن عبد الرحيم، بس هل من المعقول الدوله يعني هتسمح بالالغاء بالشكل ده وبالتعنت؟ انا شايفه تعنت بصراحه طبعا. لانه مش منطقي. هل الدوله هتسمح بده؟ يعني الدوله كان ليها دور على فكره ودور قوي في ان النشاط يستمر، وبيوت كتير اتفتحت بسبب ده. هو ليه الناس بتغفل ان في ناس كتيره جدا مش بس اللي في الوسط الرياضي، هو اللي رايح التمرين ده ما بيركبش مواصلات يا جماعه، بيركب هو المدرب ده مش عنده اولاد. انتوا بتبصوا ازاي؟ يعني انا نفسي افهم بس الناس دي بصت من انهي منطلق. ولما الناس تيجي يخليك انت نادي درجه رابعه وباقل القليل قدرت تعمل دوري موازي للي كان حاصل ومهرجان على قدك وعلى قد امكانياتك، طب ما كده كده النشاط موجود. لو احنا بنهزر هي دي النقطه ان فعلا كده كده النشاط موجود. يعني سواء اتخذت قرار بالتاجيل او بالالغاء، طب ما هو كده كده قصدك الغاء يعني دي في ناس كتير قوي تقعد في بيتها، في ناس كتير قوي في ظل الظروف الطاحنه اللي موجوده في البلد مش هتلاقي تاكل ولا تشرب ولا تصرف على بيتها ولا اهلها. دي حقيقه. فاكيد هيبقى القرار تاجيل المسكن تاجيل. طب بعد التاجيل بعد كده كده في نشاط وكده كده دخل عليك رمضان فمش هنقدر نلعب والولاد صايمه فاحنا خايفين على الولاد فنلغي بقى خالص. اصل ما فيش وقت وعايزين نبدا الموسم الجديد بدري شويه. طب انت لو عايز تبدا الموسم الجديد بدري شويه مش نبدا نخطط من دلوقتي للموسم الجديد اللي هيبدا بدري؟ نستمر ازاي دلوقتي وبعد كده في حاله دخول شهر رمضان؟ كل سنه طيبين طبعا على الامه الاسلاميه والمصريين جميعا يا رب. لما شهر رمضان يدخل علينا والعيد الناس هتبدا ازاي وايه الحلول بقى؟ ولو لا قدر الله الامور زادت في كورونا هنعمل ايه؟ طب الحمد لله الامور قلت هنعمل ايه؟ يا جماعه واحنا بنخطط اليوم بيوم معقوله احنا ماشيين كده؟ احنا لو بنخطط اليوم بيومه هنلاقي على الاقل هنلاقي حل النهارده هنلاقي حل النهارده لا انا معاك بصراحه. لا احنا محتاجين وقفه شويه، واللجنه الثلاثيه بجد محتاجه حد يراجع قراراتها، وهم نفسهم محتاجين يراجعوا قراراتهم. طبعا ليهم مني كل الاحترام والتقدير، بس انا بتكلم احنا بننتقد قرار فعلا مش معقول. الشعب المصري كله شايف غلط. مظبوط. يعني انا شايف السوشيال ميديا كلها بتتكلم، كله مستاء جدا من الالغاء. وبعدين زي ما اتكلمنا وبدانا كلامنا بالمنطق يا جماعه، الاعداد 2000 و1800 و1500 مكملين واستمرينا، وبقى عندنا لعيبه تلعب كاس عالم للانديه وعندنا فرقه ثانيه واصله فاينل نهائي نهائي افريقيا. فانتوا بتهزروا؟ لما نيجي بقى نبقى 300 400 نقول نلغي؟ لا طبعا مش منطقي يعني. طيب كنت عايز اتكلم معاك برضه كابتن عماد عن اغلب المشاكل اللي تواجه الكره المصريه سواء كان في الفريق الاول او في الناشئين. طبعا هي محتاجين وقت كبير عشان السؤال ده. احنا هنقول على مستوى الفريق الاول في الدوري الممتاز مثلا على سبيل المثال، ناهيك عن مشاكل الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه لان دول ليهم مشاكل محتاجين من حضرتك 10 حلقات. دول حاجه ثانيه خالص. احنا هنتكلم على اللي باين للناس. الدوري الممتاز النهارده امتى هنلعب؟ امتى هنلعب؟ ونشوف الدوري بيتلعب عندك كده تبقى عارف ان الفرقه الفلانيه بتلعب في الملعب الفلاني، عارف ان النادي الفلاني في تكافؤ فرص. يعني ايه فرق تلعب في ملاعب وملاعب لا؟ يعني ايه تلعب انت في الدوري اربع خمس مباريات ورا بعض بره ملعبك؟ لا في حاجات بنشوفها بصراحه يعني عدم تكافؤ الفرص دي من ضمن اهم الاسباب اللي تخلي الكوره فعلا عندنا مستوى المنافسه بيقل وبتنحصر المنافسه في الاخر لفرقتين وثلاثه بس. طب لو جينا نتكلم عن المشاكل اللي تواجه الناشئين، لا الناشئين في كتير بقى. الناشئين حدث ولا حرج. يعني على سبيل المثال ممكن تتفاجئ انت بكره تلعب في الملعب الفلاني. يا جماعه طب انا كنت بشوف جدول يا كابتن عماد بينزل ما بلاقيش في ملعب. لا لا ده في جدول بينزل اسبوعين بس. اسبوعين اللي هم ماتشين يعني اسبوعين دول اللي هم هتلعب الماتش الجاي فرقه كذا والماتش الجاي فرقه كذا وانت وبختك بقى الاسبوعين اللي بعديه. وممكن ما تلاقيش فرقه من الاثنين محدده ملعب لحد قبل الماتش بيوم. بيدور. طب انا دوري كمدرب ادور على فرقتي هتلعب فين، ولا دوري كمدرب ادور؟ لا انا مشفق، انا مشفق جدا جدا على المدربين خاصه الناس المنظمه بقى واللي عايزه تعمل اللي بيعد نفسه وبيحط برنامج شهري للفرقه وبيعمل جدول زمني الناس دي هتلعب قد ايه والناس دي هتلعب قد ايه. انت اصلا من ضمن التخطيط ده ليك كمدير فني انت بتشوف الملعب اللي هتلعب عليه عامل ازاي، ارضيته عامله ازاي، وايه الخطه المناسبه ليه. لا انت زي ما احنا بنتكلم انت بتتفاجئ تاني يوم انا هلعب في الملعب الفلاني. ممكن تعمل حسابك ان انت هتلعب كوره في ملعب حلو قوي والارضيه مساعده. انا اقول لك على موقف حصل عندي. اتفضل. ان شعري عندي في فرقه 2004 كان عندي ماتش يوم الجمعه. تخيل يوم الخميس الساعه 6 يجي لي جواب من الاتحاد ان الماتش بدل ما 3 الا ربع ب 10 الصبح. طب انا اجمع الفرقه ازاي؟
لا تعليق لا تعليق طبعا. كنت عايز اتكلم معاك عن الاستثمار والرياضه في مصر، وهل ده ادى دور نجاح ولا لا الناس فهمت الاستثمار غلط وتم تنفيذه بشكل خاطئ؟ والله بص، هي قنبله، انا شايفها قنبله وقنبله موقوته وعلى وشك الانفجار، انك لا هتلاقي مواهب ولا هتلاقي حد من الناس اللي اتقال عليها الطبقه الفقيره شويه في مصر وهي الاكثر طبعا بيلعب كوره. للاسف احنا حولنا كلمه استثمار او المدربين اللي ربنا يسامحهم يعني، والنوادي للاسف اللي بقت بمباركه الانديه، وانديه كبيره على فكره، في انديه كبيره بقت تبيع فرقها مقابل هشتري الفرقه بقد كده وانا احصل ده من الولاد ازاي؟ من امتى لعيب الكوره بيدفع عشان يلعب؟ اللي معهوش ما يلعبش. فانت بتقضي على كتير جدا من المواهب. محمد صلاح اظن في بداياته يعني ما كانش الحد الغني اللي يقدر يروح يدفع عشان يلعب، وكان بيكافح وبيجي من 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 بلد بيركب لها 3 4 مواصلات عشان يوصل نادي المقاولين. لو كان في التوقيت ده على ايام بقى محمد صلاح وهو لسه ناشئ، كان الاستثمار زي دلوقتي، كان يبقى عندك محمد صلاح ما كانش هيقدر يدفع، كان يبقى في محمد صلاح. هل اللوم يا كابتن عماد في نقطه الاستثمار دي على انديه الدرجه الاولى مثلا والدرجه الثانيه، بما ان دول اعلى درجتين في مصر، ولا اللوم على انديه الدرجه الثالثه والرابعه؟ لان احنا بنشوف انديه درجه اولى بتبيع قطاع الناشئين او بتبيع فرق معينه من قطاع الناشئين، في حين ان انا يعني انا اعذر انديه الدرجه الرابعه لقله الامكانيات والظروف والكلام ده كله، لكن ده انديه الدرجه الاولى والثانيه ازاي انا كنادي درجه اولى عندي ممكن اشتري لاعب ب 30 40 مليون جنيه وابيع فرقه ب 200 300 الف جنيه صح كامله؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، خلينا برضو نبص كده من منظور حضرتك اتكلمت فيه، منظور الاستثمار افاد الرياضه ولا ما افادهاش؟ هو انت لما تيجي تلوم هتلوم على حد ما عندوش حلول اصلا، فاضطر لقله الامكانيات اللي عنده وعايز يكمل كنادي درجه رابعه او نادي درجه ثالثه وما فيش امكانيات، فبدا يبيع في الفرق بتاعه القطاع. انت جاي تلوم على النادي، جاي تلوم على الصغير اللي ما قدرش يحط حل. طب فين اتحاد الكوره ودوره هنا؟ فين اتحاد الكوره ودوره من توزيع الماليات اللي بتدخل جوه خزينه الاتحاد؟ بتتوزع بالشكل ده ازاي يا جماعه؟ ازاي الناس دي بتبقى ناس ما شاء الله ربنا يزيدها بتاخد رقم وناس ما فيش خالص؟ يعني ايه تدي دعم للفرقه سواء نادي درجه رابعه ولا ثالثه 20000 جنيه و30000 جنيه في السنه؟ يعني الناس دي لو حبت تروح ماتش هيصرف 10000 جنيه في مباراه واحده. طب ما الناس دي فعلا معذوره. انا رايي ان اللي كان لازم يكون في تخطيط من اتحاد الكوره، ويبدا الحلول تيجي من المنظومه الام للاتحاد اللي بتنظم البطوله، لان في سبل كتير جدا للاستثمار، وكان ممكن الدوله تقدر تدخل بيها او الاتحاد عموما يقدر يدخل من خلالها مبالغ كويسه، واللي بيها يبقى في كوره في مصر فعلا فيها احترافيه عاليه وتطلع مواهب كتير. هو ليه احنا مش فاتحين باب الاحتراف الخارجي يا كابتن عبد الرحيم؟ ليه يعني السؤال ده؟ انا نفسي اساله كده لكل المسؤولين بتوعنا. يا جماعه مين فكر كده بره الصندوق وجي قال احنا هنعمل مشروع نعد فيه 20 ولد في خلال موسم كده هنختارهم كمنتخب هم دول الاميز في المرحله السنيه؟ كل المشاريع اللي بتتم يا كابتن مان مشاريع استثماريه بحته فقط لا غير. على فكره الموضوع مشروع استثماري، بس احنا ما بنحبش نصرف الاول، احنا بنحب نقبض الاول عشان ده يبقى استثمار. احنا في مصر للاسف بندير المنظومه بالعكس، انت عايز تقبض قبل ما تعمل اي حاجه. يا جماعه انا عايز اخد فلوس، فده السبونسر اللي بيخش لك للاسف. لكن المفروض ده كان يجي من الناس اللي لعبت كوره، الناس اللي عندها فكر رياضي. انا اتمنى يبقى في لجنه تخطيط بجد وتتفعل في اتحاد الكوره يعني. لا صدقني انا بقول من خلالك اهو، لو اتعمل من دلوقتي مشروع ال 20 محترف، 20 يا جماعه انا ما قلتش 100 زي ما اتقال قبل كده، هنعمل 1000 محترف، ومشروع ال 100 محترف وما حصلش منهم ولا واحد. لا يا جماعه احنا نصرف على 20 محترف بس، 20 ولد في اي مرحله، ويا ريت يبقى كل مرحله منها 20 واحد، كان ده المنتخب بتاعه. ينطقوا بشكل كويس ونشوف لهم سبونسر. وعلى فكره في رجال اعمال كتير جدا هتتدخل الوسيطه، هتتدخل وهتبقى لا على فكره هيتدخلوا، لان هيلاقوا الموضوع ماشي بتخطيطه بشكل محترم وهيعجبهم الفكر، لان انت عديت 20 ولد وبتسواهم في اوروبا. تخيل لو انت عملت فيديوهات ليهم باقل القليل، بعت الفيديوهات وما بعتش حد، النادي بره لما بيعجبه حد بيبدا يبعت له، فالولد ده لو اتبعت له انت شلت من عليك التكلفه الماديه كمان، وفرت لنفسك يعني، هتبقى باقل القليل بعت من ال 20 دول لو 5 لعيبه مش هيغطوا التكلفه دي، وكمان هيبقى في فائض كمان عندك. تمام، اظن ده احد الحلول يعني. طبعا الكابتن عماد عبد الدين لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر ولاعب العديد والعديد من الانديه، فين الكابتن عماد دلوقتي من تدريب داخل قطاع النادي الاهلي او منتخبات مصر؟ هقول لحضرتك النادي الاهلي طبعا انا ليا كل الشرف ان انا بنتمي للنادي الاهلي وان ده بيتي وليه الفضل الاكبر بعد ربنا سبحانه وتعالى على ان انا تكون اصلا لعيب كوره يعني. للاسف في حاجه كده بقالها يمكن مش عايز اقول اكتر من 10 سنين، بس خلينا في اخر 10 سنين
منهم اخر سنتين ثلاثه. انا السي في بتاعي وبالمناسبه والله مش انا اللي بعت ده، كتير من زمايلي اللي لح عليا بعت لي السي في احنا اللي نقدمه للنادي الاهلي. قلت له يا جماعه والله ما هي يجزي معاكم شيء انك تبعت السي في بتاع النادي الاهلي، لان للاسف النادي الاهلي بقى لنا مده لازم تبقى زي اي حته دلوقتي، انت محسوب على مين، انت تبع مين من النادي. تبع كابتن فتحي مبروك لما كان مدير قطاع الناشئين فممكن تدخل تبقى موجود في القطاع. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، والناس يعني حد نفسي حد يطلع يرد عليه يقول لي لا ده كان ده بيحصلش. انت تبع كابتن خالد بيبو او في سابق معرفه عشان تبقى موجود ولا لا؟ ده اللي بيحصل دلوقتي. الموضوع يا كابتن عبد الرحيم باختصار، المدربين تحديدا في مصر مالهاش علاقه بالكفاءه، ليها علاقه بعلاقاتك عامله ازاي. طب على فكره الكلام ده مش عن النادي الاهلي بس، ده كان هيجرنا كده لسؤال. ايه رايك في الطريقه التي يتم اختيار بها المدربين في مصر؟ طريقه جميله طبعا. لو انت النهارده قادر تقعد على كافيه 24 ساعه كده وتعزم ده النهارده وتعزم ده بكره، انت مسكت في نادي كويس. ما تستغربش من صراحتي، ده اللي انا شايفه. اقسم بالله انا وكيل لاعبين بدون ذكر اسامي، يعني هو اخ وصديق ومحترم، يعني اقسم عليا بالله وقال لي كده، والله طول ما انت مقل من الظهور وما بتطلعش تعزم الناس هنا على الكافيه ده ولا في المطعم ده، انت مش هتمسك في حته دلوقتي. قلت له لا استحاله. هل للدرجه دي العلاقات بتتدخل طبعا في اختيار الاجهزه الفنيه في انديه كبيره زي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر؟ بص خلينا نتكلم بصراحه اكتر. لا هي مش بتتدخل، هي دي الشرط العامل رقم واحد. بس في فرق بقى. ازاي الفرق؟ النادي الاهلي انت النهارده لما تيجي تجيب موسيماني مثلا بيتم اختياره ازاي؟ والترشيح بيتم ازاي؟ يا جماعه انا نفسي اعرف قاعده واحده بس للمدير الفني، انا بقوله على حد يقول لي كده، المدير الفني بيختير ازاي؟ هل لكفاءته؟ عنده اسلوب؟ حد حصل على شهادات؟ حد جرب مرن فرقه قبل كده مثلا؟ انجازاته حصل على ايه مثلا؟ نفسي اعرف. انت ممكن تيجي تتفاجئ ان المدرب اللي كان فايلر يعني ما كانش السي في قوي، فالناس تيجي تقول لك لا اصبر بس، كل الدعم ليه طبعا عشان ده حد مسك النادي الاهلي وده جمهورنا وحبايبنا كلهم. لكن يا جماعه طب ما الدعم ده لو اتاخد لحد صغير في مصر دلوقتي، حد بيبدا لازم يكون بيبدا من اوروبا عشان يجي يبدا صح في مصر. طب ما انت ممكن عندنا على فكره كوادر كتير والتجربه خير دليل. شوف على الساحه النهارده كم مدرب شاب، كم مدرب اخذ الفرصه وكمل بخطه محترمه على راسهم. انا من وجهه نظري رضا شحاته وهيثم شعبان. مظبوط. الناس صعدت بفرقها لمراكز محترمه، واحد صعد بفرقته من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز وماشي بشكل كويس جدا، متفوق على فرق بقالها سنين وسنين في الدوري الممتاز. فيا جماعه ادوا فرص للشباب، يا ريت يعني. واتمنى من خلالك كده باذن الله يتحط لنا اسس ان شاء الله من الاتحاد، المدرب او المدير الفني المفروض النادي يختاره ازاي؟ اعملوا يا جماعه توعيه لمجالس ادارات النادي. هل النادي هيقبل التدخل من اتحاد الكوره او من اي حد؟ لا على فكره ده مش تدخل، انا بحط لك الاسس. حضرتك شروط؟ لا انا ما بقولش شروط، ما بقولش شروط. يعني طبعا النهارده اتحاد الكوره قال لك شرط ان المدير الفني ما يمسكش في اكتر من ناديين في الموسم الواحد. مش ده، هل ده تدخل؟ لا الناس بتدير لك الامور صح. عشان برضو ما يعني هتضايق قوي لو فضلنا طول الوقت في خانه ان احنا بنحب نهاجم الاتحاد الكوره خالص. طب ما عملوا حاجه كويسه، حاجه تساعد الكوادر اللي زي حالات انا اللي لسه بتبدا انها تكون متواجده. واتمنى بقى الناس يعني السبعينات اللي فوق السبعينات يا جماعه والثمانينات، اتمنى يعني سيبوا لنا فرصه. طيب كابتن عماد، كانت ليك تجربه كبيره داخل نادي الجونه من قطاع الناشئين ثم صعود للفريق الاول، كنت عايز اتكلم معاك عن الايجابيات والسلبيات اللي اكتسبتها انت من التجربه دي. بص انا هقول لحضرتك حاجه، اولا تجربه نادي الجونه بالنسبه لي انا بعتز بيها جدا. الناس اتعاملنا مع بعض بمنتهى الشفافيه والاحترام من اول يوم لاخر يوم على فكره، حتى لو اختلفنا في وجهات النظر. نادي الجونه بالنسبه لي كانت محطه كويسه، استفدت منها كتير جدا. وانا اتكلم على الايجابيات، اهم الايجابيات خلوني مسكت تدرجت في قطاع الناشئين لحد الفريق الاول. الناس لما جت تتعامل احنا محتاجين مدرب يتصعد من القطاع، محتاجين حد للفريق الاول، اتعمل برزنتيشن كده من خلالها اختير مين افضل مدرب. طبعا انا يعني شرف لا ادعيه، يعني الناس فوق دماغي طبعا كان هو ده طريقتهم. وبصراحه انا شفت ان ده حاجه محترمه جدا ان يتعمل حاجه زي كده، ومن خلال نتائجك ومن خلال ادائك بناء عليه تم تصعيد للفريق الاول. والحمد لله برضو مع التصعيد للفريق الاول تم التدرج برضو في المنصب لغايه المدرب العام مع كابتن رضا، وبعد كده ما حصلش بقى نصيب ان احنا نكمل. يعني السلبيات، عشان هيك ذكرت السلبيات، يعني السلبيات الوحيده اللي اقدر اذكرها لحضرتك
لان انا عندي قناعه كده هقول لك في الاخر. السلبيه الوحيده ان انا بعدت عن الناس انا كنت حبيتهم جدا وارتبطنا ببعض جدا كاخوات واصحاب وزماله عمل محترمه، لان باختصار النهايات اخلاق. طيب كنت عايز اعرف راي حضرتك يا كابتن عماد في مسابقه الدوري المصري هذا الموسم، وهل المسابقه في ظل وجود نادي كبير زي نادي بيراميدز من المفترض ان هو يسابق الزمن من اجل الحصول على الدوري، خصوصا شفنا الكلام ده الموسم السابق، هل المسابقه تبقى منحصره بين الاهلي والزمالك ولا بيراميدز هيقدر يرجع تاني ويخش جوه المنافسه؟ طيب خلينا نتكلم برضو على تجربه بيراميدز وتجربه النوادي اللي بدا يبقى معاها امكانيات كويسه وتقدر تعمل فرق كويسه وتظهر بشكل كويس. لا انا شايف المنافسه طول الوقت على المراكز الاولى هتنحصر ما بين 3-4 فرق بالكثير. والاول والثاني يعني ما اظنش ان بيراميدز بالمستوى اللي بيقدمه بالتذبذب في المستوى ده هيقدر يكمل للاخر. يعني في النهايه هتبقى المنافسه هتبقى برضو بين الاهلي وزمالك. الاهلي وزمالك بنسبه كبيره يعني. طيب مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، توقعك بقى النادي الاهلي ممكن يوصل لفين في ظل برضه حضرتك ابن من ابناء النادي الاهلي وعارف اسلوب النادي الاهلي وطريقه لعب النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن يوصل لفين في كاس العالم للانديه؟ طيب انا طبعا التمنيات شيء والتوقعات على ارض الواقع شيء ثاني. التمنيات انا اتمنى النادي الاهلي. كنت طلعت مع حضرتك والكابتن حماده في حلقه وقلنا قبل النهائي كنا في دور ال 16 وقلنا نهائي افريقيا وتوقعنا ان نهائي افريقيا ما بين الاهلي والزمالك، ودي كانت انفراد لينا في برنامج لمسه ولعبه. انا فاكر قلنا الاهلي والزمالك هيكون نهائي افريقيا ان شاء الله. ده كان كلام توقعات الكابتن عماد طبعا صائبه جدا. حبيب ربنا يخليك. لا هو الاهلي بيعيش يعني فتره كويسه كرويا، شايف في انتعاشه فنيه في الفرقه اصلا. بغض النظر عن لو حصل تعادل هنا لو حصل تعادل هنا ده طبيعي جدا. طبيعي الناس بتتعامل مع فرقه الاهلي او الزمالك ان ما ينفعش تتعادل ماتش. لا ده في بعض الاوقات كمان ممكن تبقى كسبان والناس تلوم عليك انت ازاي ما تكسبش 3-4 كسبت واحد بس. يا جماعه لا ده منطقي جدا في الكوره ولازم يبقى في نزول عشان يبدا تاني يكون في صعود. انا من وجهه نظري ان لو البدايه مهمه جدا، لو الاهلي بدا صح ان شاء الله وقدرنا نكسب، لا شايف ان الاهلي ممكن ان شاء الله السنه دي يكسر الرقم اللي هو عامله، ما نبقاش ثالث ان شاء الله ممكن نبقى ثاني او اول يا رب اتمنى يعني. ان شاء الله. طب دي توقعات ولا امنيات؟ من ده على ده. ايوه كابتن عماد. طيب كنت عايز طبعا انت حضرتك اكيد اتفرجت على ماتش النادي الزمالك وغزل المحله وشفت النهايه الدراماتيكيه اللي حصلت بيها الختام وهزيمه نادي الزمالك من غزل المحله 2-1، وعادت هل عادت امجاد غزل المحله من تاني؟ ولا نادي الزمالك بسبب القصور اللي يتحمله الجهاز الفني او بعض اللاعبين من وجهه نظرك ايه السبب اللي ادى لهزيمه نادي الزمالك؟ انا ما احبش في كلامي ان نكون ماشيين باكتر من ميزان او اكتر من مقياس، هو المقياس واحد. انا وجهه نظري ان الكوره تحتمل المكسب والتعادل والخساره. ممكن يكون في قصور فني عند المدرب وما تعاملش مع المباراه وادها اهميتها، في قصور عند اللعيبه، في اخطاء حصلت، في طبعا ما هي الاجوال ما هي الا اخطاء حصلت، بس ده ما ينسيناش ان فرقه الزمالك فرقه كبيره وتقدر ترجع بسرعه. هي القصه كلها ان الناس اتربينا على كده، احترم الخصم واحترم المنافس واديله حقه، ما تقولش ده الاخير او ده من الفرق اللي بتنافس في ماتش سهل بالنسبه لنا. انا شايف الموضوع ما كانش فرقه الزمالك ما ادتش احترام كامل لفرقه غزل المحله اللي هي اصلا بيصادفها سوء توفيق. على فكره انا متابع الفرقه دي بقى من اول الدوري، الناس على فكره بيعملوا ماتشات كويسه ويتغلب ويتعادل في اخر ثانيه اكتر من مره حصلت. هم مش محتاجين غير مكسب والتاني هتبدا الامور تنتعش، فجاء لهم بقى على الطبطب زي ما بيقولوا المكسب جه على فرقه كبيره، فدي هتديهم ثقه والمفروض دفعه قويه ان بعد كده يقدروا ان شاء الله يبقوا موجودين. واتمنى بصراحه، انا من الناس اللي مع فرق الاقاليم وتحديدا غزل المحله، انا يمكن سواء تواجدي في النادي الاهلي او في الفرق الثانيه لما كنت بروح العب يمكن انا كنت ببقى مستمتع بالجمهور بتاعه. وعلى فكره ملعب غزل المحله مش زي الناس ما بتصور، هو ممكن لو لون النجيله غير ده شيء، الملعب مش اعلى حاجه، لكن يا جماعه ما تخفسوش بالناس دي، ما تخفسوش تعبهم ومجهودهم ومشاقهم. الناس دي تعبت وعملت ماتش كويس جدا وتعبانين من اول الدوري على فكره، عشان كده ربنا كافئهم. طيب ده رايي. عايز رساله اخيره من حضرتك كابتن عماد. رساله لمين بالظبط؟ لاي حد انت حابب توجه له رساله. لا انا الرساله اسمح لي لو هاخد من وقتك شويه، هي الرساله الاولى لاتحاد الكوره زي ما اتفقنا. اتمنى تفعيل لجنه التخطيط، يبقى عندنا تخطيط لقدام، مش لازم الدوله هي اللي تخطط لنا كل حاجه، نسيب الناس في محاربه الكورونا يعني 100 باب بنحارب فيه، فاتمنى يسيبوا لنا الدوله في سياستها، واحنا يبقى لينا السياسه بتاعتنا نعرف نمشي امورنا. ليه البيت الكبير بتاعنا المفروض اللي يلم كل الرياضيين اللي هو اتحاد الكوره ما يحلش مشاكل كل الرياضيين، ما يبقاش مقتصر على انديه الدوري الممتاز بس. دي واحد. الثاني حال الغاء الدوري للناشئين، لو تم الالغاء من غير ما نبص للناس دي اللي هم المدربين والعمال والناس اللي
مش عايز اقول قوت يومها بيومها زي ما بيقولوا، ده في ناس يعني يعني بيستنى الساعه اللي بعديها ياكل ازاي. والناس دي فعلا تعبانه، والناس دي تعبت، اتحملوا معانا كتير. فما تجيش يا جماعه على غلبان وتقول له اتحمل. عايز تخلي الناس تتحمل، خلي الدوري كمان الدوري الممتاز يتحمل. بشكر حضرتك جدا يا كابتن عماد، شرفتنا نورتنا النهارده برنامج لمسه ولعبه. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل وتقرير من بطوله برنامج لمسه ولعبه، ونرجع لكم بعد الفاصل، انتظرونا. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من برنامجكم لمسة ولعبة، ولازلنا مستمرين في عرض النماذج المشرفة والمواهب التي تألقت في قطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة. وسعدني يكون معايا صدام محمد السعداوي، لاعب قطاع ناشئين نادي الاتحاد عرب غنيم ولمسة ولعبة 2004. أهلا وسهلا بك صدام. واللاعب طارق عمر، لاعب قطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة ونادي الاتحاد عرب غنيم 2006. أهلا وسهلا بك طارق. أهلا بك كابتن. واللاعب احمد خالد، لاعب قطاع ناشئين برنامج لمسه ولعبه ونادي الاتحاد عرب غنيم 2004. اهلا وسهلا بك يا احمد. اهلا بك. شرفتونا ونورتونا النهارده ببرنامجكم لمسه ولعبه. البدايه معاك يا سطاب، كنت عايز اعرف برضو وتعرف الجمهور بدايتك جت ازاي مع كره القدم. انا بديت اول حاجه في مركز شباب مدغام مع عم شعبان. هو يعني هو مركز شباب مدغام يعني حاجه قليله، بس يعني بدينا بدايه كويسه بيها. وبعدين كانت ودينا اختبارات الزرقاء، والحمد لله ربنا سهل الحال فيها. ورحت ورحت كان في فرع هنا في القاهره، والحمد لله كملت بديت فيها سنه وكملت الحمد لله. كنا عاوزين اكمل معاهم في دمياط، بس انا المسافه من البحيره لدمياط يعني مش هينفع، فما كملتش. ورحت العاب دمنهور قعدت فيها شهر ومشيت برضو. ورحت ام بي قعدت فيها شهر بالظبط. وبعدين رحت اتعرفت وبعدين اتعرفت على كابتن حماده عبده، هو اللي يبني الناشئين لمسه ولعبه الحمد لله ومضيت فيه. شكرا لك يا عم. طب وانت يا طارق، كنت عايزك تعرف نفسك وتعرف الجمهور ليك. والله يا كابتن عبد الرحيم، انا بديت مع كابتن احمد فيصل، بعد كده انتقلت للكابتن محمد فوزي والكابتن محمد خطاب في نادي الاهرام. بعد كده جيت حضراتكم فتحتوا اكاديميه عندنا في البلد فشفتوني، فقلت لي هنيجي نلعب مع هتيجي تلعب معانا في نادي لمسه ولعبه الاتحاد عرب غنيم في حلوان. فاتفقت مع والدي واتفقت معايا وجيت خلاص وكملت معاكم. طيب وانت يا احمد، ازاي بقى كانت بدايتك في كره القدم؟ اولا انا بدات في نادي الحديد والصلب مع الكابتن كريم والكابتن محسن والكابتن محمود ابو الدهب. لعبت حوالي 3 سنين و4 سنين، بعدين قعدت فتره ما العبش، بعدين انتقلت لنادي وادي حلوان مع الكابتن محمد جابر، لعبت سنه بس قعدت على خير الحمد لله. بعد كده انتقلت لناشئين لمسه ولعبه الاتحاد عرب غنيم، لعبت السنه اللي فاتت ولعبت السنه دي وربنا يكرمني ان شاء الله ونحتها كويسه. ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. طيب يا صدام، كنت عايز اتكلم معاك عن، خصوصا انت قلت ان انت من البحيره والنادي عندنا في القاهره، فكنت عايز اتكلم معاك برضو عن الصعوبات اللي بتواجهك في عندنا في النادي، او الصعوبات اللي بتواجهك عموما في كره القدم. هو عموما انا كنت في البحيره، لكن دلوقتي انا ساكن في القاهره، انتقلت في القاهره الحمد لله. وهي الصعوبات اللي بتواجهني في كره القدم في الفرقه اللي انا لعبت فيها، يعني هو بصراحه الحكام بتظلمنا، احنا ظلمنا كتير قوي يعني. الماتشات اللي احنا خسرناها الحكام هم ظلمونا فيها، كان لنا يعني في ضربات جزاء وفي حاجات كتير لينا، وجبنا جوان ما انحسبتش. يعني الحكم هو اللي ممكن يفوزك وممكن يخسرك، يعني دي الصعوبات اللي تواجهك. طيب يا طارق، كنت اتكلم معاك، مين اكتر حد بيدعمك بقى وبيساندك؟ اكتر حد بيدعمني والله والدي واخواتي، كابتن كمال وحضرتك وكابتن ماندو ومحمد شعبان وصدام واحمد يعني خالد. هل المجموعه الفرق الكبيره، خصوصا انت مواليد 2007 بتلعب مع فرقه 2006 مش صاعد، يعني هل المجموعه الفرق الكبيره اللي احنا بنقول عليها الفرقه الكبيره بتاعتنا 2004 بيدعموك وبيساندوك ولا لا؟ ايوه، كابتن ماندو وكابتن كمال صعدوني ان انا العب، بقيت بلعب مع 2004 دلوقتي. فكل ما تبقى احسن بتروح حته اكبر وبتتصعد وفي ناس تشوفك كده كابتن. طيب وانت يا احمد، كنت عايز اتكلم معاك برضو عن اصعب موقف مر عليك في كره القدم عموما. يعني اصعب موقف في ناس بتبقى المواقف الصعبه عندها الماديات، وانا الحمد لله مش محتاج ماديه. المواقف الصعبه هي مش حاجه صعبه بالنسبه لي انا، هي حاجه صعبه بالجميع. تزوير، المدير الفني بيبقى معاه لاعب بيبقى مزور وعارف ان هو مزور، بس ليه بيلعب؟ يبقى ده مش مدير فني، مع احترامي للجميع، ده مش مدير فني، ده لاعب، ده واحد بيحب الفلوس، يديله فلوس ويلعب. لسه كنا بنتكلم في الفقره الاولى مع الكابتن امال عن حته الاستثمار والماديات والكلام ده. مش استثمار يا كابتن، ده تزوير، وهو عاوز يكسب. لما انت تكسب ازاي بالتزوير؟ يبقى انت مش مدير فني ناجح. طالما عندك لعيبه مزوره يبقى انت مدير فني مش ناجح. زي ما تعملش لاعب من في سنه لاعب كويس، تجيب لاعب مثلا 2001 تلعبه 2004، ده ازاي يعني؟ ده تزوير ومش مدير فني ناجح، ما تعرفش بيه بامانه.
طيب وانت يا سلطان رايك في مسابقات الناشئين هذا الموسم؟ هل يعني المسابقه كانت كويسه السنه دي وحلوه ولا المسابقه؟ هي المسابقه كانت كويسه بس هي يعني باختصار اللي احنا كنا هي السنه 12 شهر احنا لعبنا الموسم في شهرين. يعني كانت يعني بدايه صعبه لينا. والموسم ما فيش قرار بينزل رسمي بانتهاء الموسم بس انتوا لعبتوا لحد دلوقتي شهرين بس يعني. شهرين يعني في الاسبوع ماتشين يعني وتمرين كان يعني بتبقى حاجه صعبه جدا جدا على اللاعب بدنيا بس يعني الحمد لله احنا دلوقتي المركز الثاني الحمد لله. الحمد لله. طيب يا طارق كنت عايز اعرف برضو رايك بقى في لمسه ولعبه والمنظومه عندنا في لمسه ولعبه. لا والله يا منظومه كويسه جدا والنادي حلو باذن الله عندنا ناس رايحه منتخب مصر وناس رايحه انديه ثانيه والمنظومه ماشيه كويسه الحمد لله. الحمد لله. طيب يا احمد كنت عايزك بقى تحكي لنا بقى ازاي بقى صعدتوا للمركز الثاني خصوصا المركز الاول عندكم في عندنا في المجموعه نادي بيراميدز عايزك تحكي لنا بقى ازاي صعدتوا للمركز الثاني. والله اول حاجه معانا مدير فني محترم وجهاز فني محترم معانا لعيبه رجاله في الملعب والله مش مقصرين معانا اي حاجه واللعيبه مش مقصره في اي حاجه في الملعب. هو بيراميدز اول عندنا بيراميدز فريق كبير طبعا بس هو في كان لما جت بيراميدز لعبتنا كسبتنا 2-0 بس كان في ضغوطات انا والحمد لله وحصل خير وصعدنا في مركز ثاني وان شاء الله نحقق المطلوب في القطاعات ان شاء الله. طب صدام اصعب فرقه بقى قابلتكم في وانتوا بتلعبوا في الدوري السنه دي مين هي اصعب فرقه قابلتكم؟ هي بصراحه هو الاكيد يعني هي بيراميدز. وبعد بيراميدز ما فيش فرقه ثانيه قابلتكم كانت؟ لا هو بصراحه يعني انا مش انا كشخصيه كصدام يعني مش شايف فرقه اعلى مننا بعد بيراميدز. طيب وانت يا طارق اصعب فرقه قابلتكم في الدوري السنه دي فرقتين؟ الشمس نادي الشمس. مع ان نادي الشمس كان مزور في لعيب والحكام بغض النظر ممكن دي حاجات تكون يعني حاجات النادي ممكن ما يعرفش بيها ممكن تكون اللعيبه سليمه لسه طالما ما فيش اي حاجه رسميه ما نقدرش نتكلم على اماكن لكن اصعب فرقه قابلتكم في الدوري بتاعكم كانت نادي الشمس. مفيش نادي تاني بعديه. طب وانت يا احمد بقى بصفتك كابتن الفرقه وقائد الفريق بتاع 2004 اصعب فرقه بقى قابلتكم كانت فرقه ايه؟ انا والله مش شايف ان هي فيها حاجه صعبه يا بيراميدز فرقه كويسه بس ما كانش الماتش اللي هو متوقع ان بيحصل فيه كده احنا لعبنا فيها كلها محترمه وكلها قويه بس انا مش شايف حد احلى مننا انا دايما شايف نفسي اعلى منهم كلهم شايف حد اعلى مني يا مع احترامي للجميع هم كلهم محترمين واقوياء ولاعيبه وكلهم رجاله في الملعب بس مش شايف حد اعلى مني فهي اللي كسبتني ده كان توفيق في الملعب بس مش اكتر. طيب مين اقرب حد ليك في الملعب يا صدام من زمايلك في الفرق اقرب واحد ليك في الملعب مين؟ هو اكيد طبعا محمد شبان هو ابن عمي طبعا. ابن عمك؟ ايوه. هو اقرب واحد ليا واحنا كنا مع بعض برضو في مركز شباب احنا بدينا مع بعض في مركز شباب متغمر ورحنا العب دمنهور مع بعض ورحنا ينبه مع بعض يعني احنا اللي دلوقتي ما سبناش بعض خالص. كل مكان نروحوه بنقبل فيه مع بعض وبنبدا مع بعض. ربنا يوفقك. طيب وانت يا طارق اقرب حد ليك بقى في الفرقه اللي تقدر تقول له كل حاجه انت عايز تقولها؟ عمار عزيز. بعتبره زي اخويا. بص من اول ما بديت معاه وبعتبره زي اخويا. طيب وانت احمد بصفتك قائد بقى للفرقه فرقه 2004 كلامك مع اللعيبه بيبقى ازاي في الملعب؟ هل بيبقى فيه بقى انت عامل حساسيه بقى ان انت كابتن الفرقه ولا انا بشوف في ماتشات ان انت بتوزع الاشاره بتاعت الكابتن على مجموعه من زمايلك اللي كانوا معاك القدام؟ والله يا كابتن هم كلهم اخواتي بس في يا كابتن الفرقه مش بالشاره بتاعت الكابتن الفرقه هو المفروض يبقى كل واحد كابتن على نفسه يعني انا المفروض كابتن الفرقه بدوري اذا في مثلا في مشكله في الملعب انا كلامي مع الحكم مش هم المفروض هدي لاعبتي ده دوري انا بس المفروض ده كل لاعب بيبقى واجب عليه في ناس مفكره كابتن الفرقه ده اللي هو ايه شرط الكابتنه بتاعته لازم يبقى شرط الكابتنه شكله يبقى حلو في الملعب ده لا مش بشرط الكابتنه لان انا لعبت 3 ماتشات من غير شرط الكابتنه مش شرط يبقى كابتن الفرقه لابس الشاره لا لازم ابقى ايه واخد قلب على اصحابي اخواتي في الملعب رجاله في الملعب كابتن الفرقه مش بيراجل بالملعب لازم يبقى راجل في الملعب عشان يبقى إيه؟ كابتن اسمه كابتن فرقه يبقى راجل ويقدم مستواه في الملعب كمان مش شرط الكابتنه مش قصه شرط الكابتنه. طيب كان في تقرير من الصعيد من محافظه سوهاج مركز طحطه قريه بنجا وهي عن اكاديميه الموهوبين هي مجموعه من الصور اللي احنا بنتمنى من المسؤولين في محافظه سوهاج او مركز طحطه او قريه بنجا بدعم الاكاديميات خصوصا الصعيد مظلوم جدا جدا في موضوع كره القدم وموضوع الاكاديميات نتمنى يا رب ان هم يلاقوا الدعم والمسانده. هنخرج للتقرير ونرجع لكم تاني انتظرونا.
أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا. طيب يا سطاب كنت عايز أتكلم معاك عن هدف الفرقة، أنت جايب كم هدف النهاردة؟ أنا دلوقتي خمسة. خمسة أهداف، أنت هداف الفريق. أنا ومصطفى رجب. أنت ومصطفى رجب. هو جايب كم هدف؟ هو جايب خمسة برضه. خمسة برضه. طيب أحلى هدف بقى أنت جبته كان أنهي هدف في الخمسة؟ هو بصراحة أنا أول ماتش أنا كنت يعني أنا نازل أنا يعني يعني نازل عاوز أجيب أهداف، يعني أنا هو كنت واثق إن أنا أجيب هدف، أول هدف. والحمد لله هو ده يعني أهل هدف أنا كنت مبسوط بيه يعني. طيب وانت طارف في فرقه 2006 خصوصا انت 2007 يعني اصعب ماتش مر عليكم وانتوا قلنا ماتش الشمس، طب احلى هدف بقى ومين هدف الفرقه بتاعتكم في 2006؟ محمود الصياد. جاب كم جون الصياد؟ 8. 8 اهداف. طيب مين بقى اللي هو انت بتلعب وقدامه وانت مطمن وهو موجود عندك في الدفاع ورا اكتر لاعب بقى بيطمنكم وانتوا ورا في الفرقه؟ هما اتنين، زيدان ومحمد عادل. زيدان بسم الله ما شاء الله عليه مدافع راجل وجاي العرض من منتخب مصر باذن الله وربنا يوفقه، احب اوصل له رساله اقول له ربنا معاك يا زيدان ان شاء الله باذن الله. طيب وانت يا احمد يعني انت بتلعب في مركز في الملعب؟ والله ايه ده كابتن مندو واقف معايا وكابتن نادي واقف معايا برضه سابقا اسسني في كذا مكان وانا الحمد لله انا كابتن مندو بينزلني في التشكيله بلعب باك رايت بلعب ديفندر بلعب صانع العاب بلعب هوف بلعب في الحمد لله بادي وبكون على قد ثقته اللي هو كان مديالي يعني لعب جوكر معنا كابتن مندو قال عليه قبل كده لعب جوكر. طيب يا صدق كنت عايز اتكلم معاك عن افضل مدرب بقى او مين افضل المدربين اللي انت استفدت منهم وتعلمت منهم كتير في خلال وجودك في كره القدم؟ هو بصراحه مركز شباب مدغامر اول حاجه يعني عم شعبان ده كابتني برضو هو عمي وكابتني وكابتن محمد يودا وكابتن محمد علي وكابتن زعتر وكباتن كتير برضو في البلد بجد يعني وقفوا جنبي وساعدوني يعني مش عايز انسى حد. وبعدين في الزرقاء كابتن حسين وكابتن معتز وكابتن حسام كباتن كتير وكابتن مندو وانت حضرتك طبعا وكابتن كمال وكابتن سعيد ويعني بصراحه واقفين جنبنا وبيساعدونا على قد ما يقدروا وبيعملوا اللي هو اللي يقدروا عليه واكتر. طيب وانت يا طارق مين اكتر مدرب انت استفدت منه حسيت ان انت استفدت منه وتعلمت منه حاجات كتير؟ كابتن محمد فوزي وكابتن كمال الاثنين. كابتن كمال بعد ما مشيت عند محمد فوزي برده كنت متاسس مع محمد فوزي بس لما رحت عند كابتن كمال تاسست اكتر. انا كنت بلعب نص ملعب الاول بس كابتن كمال لعبني هاف ليفت واكتشفني فيه واسسني في الهاف ليفت وبسم الله ما شاء الله بقيت بلعب هاف ليفت. طيب وانت يا احمد افضل مدرب بقى او احسن مدرب او اكتر مدرب انت استفدت منه وانت خلال فترتك سواء كنت في الحديد والصلب او في غرب او عندنا في عربون؟ والله هم كلهم مدربين محترمين واعلى مستوى كنت معاهم كلهم استفدت منهم سواء كابتن كريم كريم او كابتن نادر رشوان او كابتن مندو او كابتن سعيد او كابتن كمال او كلهم يعني من غير ما انسى حد عشان ما انسى حد والله كلهم محترمين استفدت منهم واستفدت من اكتر يعني عشان كابتن كريم اتمرنت معاه كميه فتره طويله فعشان كده استفدت منه حاجه اكتر عشان كابتن مندو يعني استفدت منه حاجات كتير بس كابتن كريم عشان اتمرنت معاه 3 أو 4 سنين كابتن مندو اتمرنت معاه سنتين فاستفدت من كابتن كريم اكتر. طيب وانت يا صدام انا هبتدي اتكلم بقى عن اغرب موقف انت شفته في اي ماتش. هو بصراحة يعني في ماتش احنا كنا خسرانين فيه 1-0 الشوط الأول يعني الفرقة احنا مش متوقعين اللي هي يعني تجيب فينا جول تمام. وفي الشوط الثاني نزلت أنا ومصطفى رجب يعني غيرنا الحمد لله النتيجة من 1-0 ل 4-1 الحمد لله أحرزت أنا الهدف الأول ومصطفى أحرز 3 أهداف يعني الحمد لله احنا غيرنا النتيجة من 1-4 يعني كانت حاجة يعني احنا كنا قاعدين بره متوترين جدا يعني هو ماتش سهل لو احنا يعني الشوط الاول كنا خسرانين فيه احنا يعني فايزين في اخر 25 دقيقة بالظبط 25 دقيقة انا جايب جون التعادل يعني في اخر 25 دقيقة والجون الثانية مصطفى جايبها في الاخر. طيب وانت يا طارق اغرب موقف بقى حسيت بيه في الملعب كان ماتش مثلا صعب فحسيت في موقف غريب كده؟ ماتش الشمس احنا في الشوط الاول كنا ماسكين الماتش في الشوط الاول فكنا كسبانين نزلنا الشوط الثاني الاحوال اتغيرت جابوا فينا 6 أهداف
طب وانت يا احمد اغرب موقف بقى مر عليك؟ وانا عارف ان انت عندك موقف كتير، بس انا عايزك تحكي لي عن موقف غريب كده جدا حسيت بيه ان هو موجود في الملعب. هو اغرب موقف اللي دايما بنتعيط له الفئه كلها مش انا بس، الحكم. يعني احنا كنا في ماتش مغلوبين 1-0، كوره جت صدام شاطه الكوره مرتين جت في ايد اللاعب، جت في ايده مرتين، الحكم واحد كان واقف، الحكم راح حسب له بينت بيقول له اللي انا شفتها بس ايده ثابته، ايده ثابته كده، ايده كده ثابته، بيقول لي ايده ايده جوه جسمه. يعني هل التحكيم في مسابقات الناشئين مش على قد المستوى اللي المفروض يبقى موجود؟ هو المفروض التحكيم يبقى على مستوى، بس الحكام بتبص ايه مثلا بتلاعب فئه كويسه وفئه اسمها تقيل وبتلاعب فئه ضعيفه، لا انا اجي الفئه اللي اسمها تقيل. ده في حد ذاته غلط، ما ينفعش، لان ده مش احسن من ده مش ذنبه يلعب في نادي ضعيف، ده لسه بادئ مش وده لسه بادئ من بدري وبيلعب في نادي كويس، مش ذنبه ده يكسب عشان الحكم. والحكم بيجي علينا كتير، يعني السنه اللي فاتت برضه حصل معانا كذا موقف، كنا بنلعب فئه اسمها الغابه، كنا الحكم انذر طرد 2، فاكر الماتش ده وانذر 7 طرد 2 وانذر 7، يعني باقي مين ما تنذرش في الملعب، يعني ده ازاي حكم يعمل كده؟ حتى لو لو اتمطفى ده ما ينفعش يحصل كده في الملعب. طيب عايز منك رساله اخيره يا صدام. انا بصراحه عايز اوصل رساله لاصحابي كلهم، يعني بشكرهم واهلي، يعني ما انا مش عايز انسى حد، مش هقول اسامي، بشكر اهلي كلهم يعني في القاهره وفي البلد، يعني عايز اشكرهم وقفوا جنبي يعني بيساعدوني بجد، يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، بس هم وقفوا جنبي وساعدوني، يعني بجد انا عمري ما انسى يعني اللي هم قالوا لي عليه. عمرك ان شاء الله باذن الله ما تنسى فضلهم عليك. أيوة ربنا يكرمك ويوفقك ليهم دايما يا رب. طيب وانت يا طارق عايز منك برضه رساله اخيره. احب اشكر اهلي واخواتي وقرايبي وزمايلي، واحب اقول لكل واحد ماشي ورا حلمه ما تسمعش كلام حد بيحقدك، خليك ماشي ورا حلمك لغايه ما تحققه. ربنا يوفقك. طيب وانت يا احمد عايز منك برضه رساله. انا احب اشكر اولا والدي ووالدتي، بشكر اهلي كلهم، وثانيا احب اشكر المديرين الفنيين اللي كنت معاهم، سواء كابتن كريم او كابتن مندو او كابتن نادر او كابتن محمد جابر او كابتن سعيد وكابتن كمال. كابتن سعيد ده اكتر من اخ، مش مدير فني بعد، اكتر من اخ، تبقى كان اكتر من اخ والله. ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب، اسمه مدير فني ان شاء الله باذن الله يا احمد. ان شاء الله. شكرا لكم، شرفتونا ونورتونا النهارده ببرنامج لمسه ولعبه، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا ومتعنا الناس. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من برنامجكم لمسه ولعبه. انتظرونا كل يوم اربع وحلقه جديده ومختلفه من برنامجكم لمسه ولعبه.